كان يا مكان، يا سعد يا كرام، ما يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. كان في 7 كتاكيت ولدتهم الدجاجة. في يوم من الأيام قررت الأم تذهب للسوق علشان تجيب الأكل لولادها الصغيرين، وقالت لهم اوعوا تفتحوا الباب لأي حد. وخرجت الأم وفضلوا الأطفال يلعبوا لوحدهم في البيت، لكن الذئب شاف الدجاجة وهي ماشية لوحدها من غير ولادها، وقال يا سلام، جه الوقت اللي هملأ فيه معدتي الكبيرة بالكتاكيت الحلوين دول. وراح يخبط عليهم الباب ويقول أنا والدتكم، أنا جيت، افتحوا لي الباب. وقفوا الكتاكيت الصغيرين خايفين وبيقولوا ده مش صوت أمنا، ده صوت الذئب الكذاب. وقالوا له ابعد من هنا، انت مش أمنا، أمنا صوتها ناعم وجميل وانت صوتك خشن. فكر الذئب وقال ايه الغباء اللي انا فيه ده، ما كانش ينفع اتكلم بصوتي، انا لازم اقلد صوت الدجاجة. وراح يخبط عليهم الباب تاني ويقول بصوت ناعم انا ماما، افتحوا الباب. وكانوا رايحين يفتحوا الباب فعلا، لكن في بينهم اخ ذكي اكتر ذكاء من باقي اخواته. قال لهم استنوا، احنا لازم نتأكد الاول ونبص عليه من مكان المفتاح. وفعلا بصوا عليه ولقوا شيء اسود وغريب. قالوا له امشي من هنا، انت مش امنا، امنا بايديها بيضة وجميلة وانت ايدك سود. وبعد الذئب وهو غضبان وقال ايه الأطفال.